ماذا عن الدور العربي حتى الآن؟ أين هو النفط الخليجي؟ لماذا لا يتم استعماله اليوم كورقة ضغط مثلاً؟ نعم، أنا قد أوصلت رسالة في الأمس وأريد أن أتحدث مرة أخرى. يعني اليوم العرب، نحن لبنان كما قلنا في دستوري في مادته الأولى عربي وعضو مؤسس في الجامعة العربية. العرب ساهموا في عام 2006 بإعادة إعمار لبنان، كما ساهموا أيضا في وقف الحرب بموضوع الضغط. أتفهم العرب اليوم من بعد ما قام الحزب بأخطاء معينة في مناطقهم في الخليج العربي، ولكن أنا وابن عمي على الغريب، عندما العدو الإسرائيلي يتعرض إلى دولتين عربيتين بنفس الوقت على فلسطين المحتلة وعلى لبنان بهذه الطريقة الهمجية، وهذه نادرة من النوادر أنه في وقت واحد العدو الإسرائيلي يفتح حربين في هذا الوقت. لذلك على المجتمع العربي، ومشكورون يعني منذ حوالي يومين قام الرئيس العراقي برسالة واضحة وعالية السقف، ولكن نريد يعني اليوم ليس بمعنى الإغاثة والمساعدات العينية، اليوم نريد شيء أكبر، نريد استخدام السلاح، يعني سلاح النفط، استخدام سلاح الضغط، لأن إخوانكم اللبنانيون اليوم هم بحاجة إلى وقفة أخ لأخيه، ونحن حريصون على أن العرب أصيلون ويستطيعون أن يقفوا بظهرنا في هذه الفاجعة المأساوية التي يتعرض إليها ليس حزب الله بل يتعرض إليها كل لبنان والمدنيين في لبنان الذين هم جزء من الكيان العربي.